مشاهدينا، إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يكون خلال الأيام الثلاثة القادمة طقس اعتيادي إلى حار نسبي، يعني درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل ما بين درجة إلى درجتين، لكن الطقس بيكون أكثر حرارة في الأغوار وأيضا العقبة والبادية. أيضا أثناء الليل بتكون الليالي معتدلة الحرارة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات. مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة. نلاحظ أن المملكة ستكون خلال الثلاثة أيام القادمة تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة إلى حارة نسبيا، تستمر خلال الثلاثة أيام القادمة. وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة، في عمان أيضا معتدلة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة طبعا في عمان الأجواء صيفية عادية يوم الجمعة، درجة الحرارة العظمى بحدود 30-31 والصغرى بحدود 20، أي أن درجات الحرارة تقريبا حول معدلاتها. السبت ارتفاع قليل حوالي درجة، بتكون الأجواء العظمى بحدود ما بين 31-32، أجواء صيفية عادية، والصغرى بتكون بحدود 21 درجة مئوي. الأحد أيضا ارتفاع كمان درجة أخرى، فبتكون الأجواء تقريبا ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين درجة إلى درجتين، والصغرى بتكون بحدود 21 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن المختلفة من المملكة: المناطق الشمالية إربد 33-23، عجلون 33-21، المفرق وجرش أجواء حارة نسبيا، العظمى في جرش 35 والصغرى 22، كذلك المفرق العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى عمان، البلقاء 32-21، مأدبة 31-20، عمان 31-21، والبحر الميت أجواء حارة، العظمى 41 والصغرى 29، الزرقاء حارة نسبيا، العظمى 35 والصغرى 21 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أجواء صيفية عادية في النهار معتدلة في الليل، الكرك 32-21، الطفيلي 30-20، الشراه 28-18، العقبة أجواء حارة 40-29، وأيضا معان أجواء حارة نسبيا 36-21 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة، الأزرق 37-22، الصفاوي 38-23، والرويشد 37-23 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.